اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي. هنروح لترند الاهلي ونشوف المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا عشان في كلام مهم جدا بخصوص بعض الاخبار اللي موجوده في السوشيال ميديا الفتره الاخيره. طيب معايا بالتاكيد البدايه من صفحه في الجول والحساب الرسمي في الجول على تويتر. نشروا مصدر من الاهلي اللي في الجول الاعلان عن قميص الاهلي الجديد سيكون بحد اقصى يوم 1 اكتوبر المقبل. موعد الاعلان عن قميص الاهلي للموسم الجديد سيكون الاعلان عنه بحد اقصى الاول من شهر اكتوبر المقبل. يعني ننتظر شويه لان الكلام ده هيكون من خلال القنوات الرسميه للنادي الاهلي سواء المركز الاعلامي او حتى قناه النادي، وده هيتم خلال الفتره الجايه لان انت ان شاء الله لما تبدا الموسم الجديد هتكون اول مباراه رسميه ليك يوم 9 اكتوبر. فان شاء الله باذن الله قبل يوم 9 هيكون تم حسم الملف ده. في تفاصيل بس ما ينفعش نتكلم فيها ولا نعلن اي شيء طالما اداره النادي لم تعلن اي خبر بخصوص هذا الموضوع. الامر متعلق بالقميص، التيشيرت، حتى الرعاه، كل ده اول ما النادي الاهلي هيتم اعلان كل التفاصيل بشكل رسمي هتلاقي كل المعلومات متوفره من خلال المركز الاعلامي او حتى من خلال قناه النادي في الفتره اللي جايه. طيب نروح كمان لحساب اليوم السابع، وحساب اليوم السابع بيتكلم على كيف يستعد الاهلي لمباراه اتحاد المانشستير ان شاء الله يوم 9 اكتوبر. الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر كتبوا قالوا ان الاهلي ينهي اجراءات السفر لتونس لمواجهه الاتحاد المانشستيري وكل ما يتعلق بالسفريه من تاشيرات وترتيبات الاقامه والفندق للبعثه هناك تم الانتهاء منه. الجهاز الفني حدد السفر يوم 6 اكتوبر ان شاء الله استعدادا للمباراه يوم 9 اكتوبر خلال الفتره اللي جايه. وقلت لكم طاقم التحكيم هيكون طاقم تحكيم جزائري هيدير هذه المباراه بقياده لحلو بن ابراهيم، هو حكم هذه المباراه. حكم على فكره يمكن ما لعبش مباريات افريقيه او دوليه كبيره لكن يجي اسمه بعد مصطفى غربال واصبح دلوقتي موجود في المباريات الافريقيه، حتى كان موجود في كاس الامم واشتغل على تقنيه الفار حتى في اخر بطوله امم افريقيا للسيدات، ولكن هو اللي تم تكليفه بهذه المباراه. والادوار دي بيتم الاختيار طبقا للزون او طبقا للمنطقه الجغرافيه. مباراه ما بين بطل مصر وتونس يبقى حكم جزائري، مباراه ما بين بطل مصر وفريق ممكن يكون قريب من منطقه الشمال ممكن يجيبوا حكم ليبي، هي بتبقى كده المعيار. وممكن كمان يودي حكم مصري لو فرقتين بيلعبوا مثلا في منطقه الجنوب سان داونز بطل سيشيل، يعني بيبقى في توزيعه كده من خلال لجنه الحكام. نروح لحساب كره 11 وكلام مهم جدا بخصوص وليد سليمان. كره 11 قالت الاهلي لا ينسى الحاوي والانطلاقه من بلاد الاسود الثلاثه. مجلس الخطيب يجهز وليد سليمان للسفر الى انجلترا من اجل الاستعداد لتسلم منصب هام داخل القلعه الحمراء. طيب الكلام المهم في الجزئيه دي وليد عايز يعمل معايشه بس لسه ما سافرش، يعني هو لغايه اللحظه دي وليد محدد اهدافه في الفتره اللي جايه وعايز يعمل معايشه بس لسه ما سافرش، يعني لغايه اللحظه بكلمكم فيها لسه وليد سليمان ما سافرش خلال الفتره اللي جايه. المعايشه فين؟ بنسبه كبيره ممكن تكون في انجلترا، لكن كل التفاصيل اوعدكم باذن الله في الاسبوع اللي جاي لما يكون عندنا تفاصيل خاصه بكيف يفكر وليد سليمان في الفتره اللي جايه هنقول لكم كل الاخبار والمعلومات. لكن فكره بقى تسلم منصب هام وفي تعيينات وفي قرارات، يعني الموضوع لسه سابق لاوانه لان بالتاكيد عندنا كادر رياضي واداري او اداري او فني على حسب هو ما يحدد، يعني في الفتره اللي جايه بعد ما ياخد معايشه ويبقى في دراسات اكيد باذن الله هيكون في استفاده من كوادر النادي الاهلي، وده شفناه على مدار السنين السابقه وحاليا بيتقلدوا مناصب مهمه جدا داخل قطاع الكره في النادي الاهلي. وكل التوفيق يا رب لوليد سليمان في مستقبله خلال الفتره اللي جايه. حساب يلا كوره، رئيس البنك الاهلي ليلا كوره لا توجد مفاوضات نهائيا لضم صلاح محسن. دي تصريحات من رئيس البنك الاهلي وما زال صلاح محسن حاليا على قائمه الانتظار في قائمه النادي الاهلي. كوره بلس، الاهلي يتحرك لضم ثالث هدافي الدوري البرازيلي. كوره بلس نقل تصريح لصحفي برازيلي اسمه اوسكار لوراينز قال فيها ان الاهلي بدا بالفعل مفاوضاته مع نادي افي البرازيلي من اجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي بيسولي خلال الانتقالات الحاليه. صحفي البرازيلي قال الاهلي يرغب في التعاقد مع بيسولي على سبيل الاعاره لمده موسم مع وضع بند احقيه الشراء. اوسكار صحفي البرازيلي قال المفاوضات بين الاهلي وافي ما زالت مستمره في الوقت الحالي من اجل الوصول الى الصيغه المناسبه. طب الكلام ده يعني بنسبه كبيره مش رسمي او بنسبه مؤكده مش رسمي في اتجاه للتعاقد مع لاعب اجنبي، ممكن يتم ده خلال الساعات اللي جايه وارد لان القيد لسه هيقفل ان شاء الله يوم 10 اكتوبر، فاكيد الناس بتشتغل على تدعيم الفريق وطالما لسه عندك مساحه للاعب اجنبي اضافي ضمن الخمسه الكبار فاكيد بتشتغل
على الملف ده. زي ما اكدت قبل كده وانت بتشتغل كمان على الملف الخمسه الكبار في الفريق الاول، عندك مساحه للتعاقد مع ثلاث لاعبين اجانب في المراحل السنيه المختلفه بدءا من مواليد 2001 2003 2004 2005. اي ثلاث لعيبه في كل مرحله من دي لاعب واحد هيكون معاك في الفتره الجايه، ولكن لما يكون معاك 8 اجانب مش هتلعب اي مباراه الا من خلال خمسه بس في الاسكور الاساسي اللي هيشاركوا في اي مباراه. دي اللائحه ودي الاخبار ودي المعلومات، لكن في تاكيد على هذا الاسم دي اجتهادات صحفيه من البرازيل، ولكن ليست معلومات مؤكده عشان نعلنها ونعرف جمهورنا ايه اللي بيحصل لغايه لما يتم رسمي. يبقى الاهلي بيعلن زي ما انتم عارفين دايما مدرسه الاهلي في اعلان اي خبر. الوطن سبورت، واخر حاجه معايا في ترند الاهلي، موعد مباراه الاهلي والزمالك في السوبر بالامارات. الايام بتجري وخلاص احنا بنتكلم في اقل من شهر على ميعاد السوبر المصري اللي هيتلعب في الامارات ما بين الاهلي والزمالك، وهيتلعب ان شاء الله على ملعب هزاع بن زايد في ابو ظبي. المباراه تحدد اقامتها يوم 28 اكتوبر يعني بعد شهر بالظبط، والساعه 7 بتوقيت القاهره، الساعه 9 بتوقيت الامارات. كل التوفيق يا رب للاهلي في هذا المشوار، وتكون بطوله جديده تضاف لسلسله بطولات النادي الاهلي. دي اخبار الاهلي في ترند الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف باقي فقرات برنامج الترند.